قد جاوز الظالمون المدى باحتلالهم لفلسطين وللقدس. قد جاوزوه يا أخي باحتلالهم لبلاد ليست بلادهم واستهداف رجالنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في أقرب بقعة للسماء. قد استهدفوه يا أخي نتيجة التطبيع العربي مع كيان الاحتلال، هذا التطبيع الذي أعطاهم كل الدعم من أجل أن يستهدفون وأن يقتلون. قد تجاوزوه يا أخي ودنسوا مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، لكن ستعودون يوما وستكونون بإذن الله في فلسطين قريبا وهي محررة. كلنا نعلم بأن هذه الأرض لن ولا يعمر فيها ظالم مهما طال الزمان. نحن نردد خلف زعيمنا الراحل وشهيدنا ياسر عرفات على القدس رايحين أحرار بالملايين، وإن تطلب الأمر شهداء بالملايين، فلأجل القدس تروح تهون أرواحنا لأجل ترابها ولأجل ذرة من ترابها.